الهيئة العامة للطيران المدني تقرر إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران بدءا من الليل عند الساعة 12 ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا لتطورات الأجواء. سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة تستقبل في مطار مسقط الدولي المرضى المحولين من مستشفى السلطان قابوس بصلالة. انضمت دفعة من الكوادر البشرية المؤهلة من شرطة عمان السلطانية إلى محافظة ظفار لتقديم العون والمساعدة، كما رفض طيران الشرطة قيادة شرطة محافظة الوسطى بطائرة عمودية تحسباً لأي طارئ. سلاح إشارة قوات السلطان المسلحة ينقل معدات وأجهزة اتصالات إلى محافظة ظفار بهدف دعم وتأمين الاتصالات بالأقمار الاصطناعية خلال فترة الإعصار.